حكينا قبل شوي على الفيشل اكسس بوينت او اللونج اكسس بوينت وعلى اللونج اكسس اوف ذا كلينيكال كراون، وعرفنا شوي شو هو التانجنت المماس، هيدا اللي بيقطع بس بنقطه واحده على جراف معين او على كيرف معين. طيب هلا خلينا شوي نعكسها عياديا. مثل عم تطلعوا قدامكم هون شايفين سنتر، هو كلهم ماكساري سنترال انسايزرز كلهم سوا، كلهم عندهم بس ديفرنت انكلينيشن. اوكي كلهم سوا عندهم ديفرنت انكلينيشن هالانسايزرز. طيب عياديا اي واحد هو المظبوط منه؟ يعني المريض اللي اجى لعندي بده يعمل تقويم، انا كيف مفروض لما اخلص الكيس الاورثو كيف مفروض يكون الانكلينيشن تاعه؟ لورنس اندروز سال حاله هالسؤال. شو عمل لورنس اندروز؟ مثل ما بتتذكر مثل ما قلت لكم، جاب 120 نون اورثودونتيك نورمال، 120 شخص ما عاملين تقويم بحياتهم بس عندهم نورمال اوكلوجن. قعد يدرس هال 120 شخص، اكيد عمل upper impression lower impression، عمل cast صب الكاسات يعني صب الامبريشنز، عمل cast upper ولور، وقعد يدرس الاوكلوجن. طيب لورنس اندروز كان بده يعرف بالنيتشر بالطبيعه لما بيكون في عندي نورمال اوكلوجن اي انكلينيشن منهم هول مظبوط من ها من ها من تقول من هالمجموعه كلها اي المظبوط. طيب هلا ليكوا في طريقتين حتى قيس الانكلينيشن، هحكي على اول طريقه مش تاعت اندروز عشان بس انتو تشوفوها، بعدين هحكي على تاعت اندروز. طيب هيدا اللي هون الليبيال سيرفس، اكيد هيدا الباليتال هون ليبيال باليتال هيدا مفروض اناتومي، اكيد مفروض تعرفوه، يعني البين ليبيال والباليتال مش مفروض تضيعوا يعني بالسنترال انسايزر. طيب بالنظر طلعوا هيدا اللي هون اللي حط عليه 150 درجه، هيدا مبين انه كتير رايح ليبيال، الكراون رايح كتير ليبيال والروت كتير باليتال. اوكي بعكس هيدا مثلا طلعوا هيدا ال 45 هون، هيدا رايح الروت تاعه ليبيال كتير والكراون رايح باليتال. اوكي هيدا ببين من هون، طلعوا مثلا هيدا على 90 اللي هون، هيدا على 90 الروت والكراون تقريبا يعني تيب اوف ذا روت والتيب اوف ذا كراون، اذا بناخذهم اعلى الايبكس اوف ذا روت يعني والتيب اوف ذا كراون على ذات المستوى تقريبا at the same vertical level. طلعوا مثلا هيدا هون هيدا التب تاع الروت، وهيدا تقريبا ال apex of the root، هيدا عفوا اللي فوق، هيدا tip of the crown، في مسافة كتير بتحسوا السن الكراون ليبيل كتير قدامه للروت، بعكس اكيد هيدا هون مثلا اطلعوا هيدا هون وين الروت وين التب of the root هون، وتطلع هون وين التيب اوف ذا كراون، اكيد حتلاقوا اختلاف يعني بيناتهم. كل هال لا ب 90 التيب اوف ذا روت والتيب عفوا الايبكس اوف ذا روت والتيب اوف ذا كراون على ذا سيم ليفل، كل اللي تحت ال 90 شايفينهم هون، هول كلهم هول بنسميهم باراتلي انكلاين. اوكي كلهم عندهم باراتال انكلينيشن كلهم سوا، الكراون باراتال روت ليبيال، كراون باليتال روت ليبيال، طلعوا كيف كراون باليتال روت ليبيال، ناخذ من هون من الايبكس لاين ومنقيسه على الكراون، بنلاقي انه الروت تيب اوف ذا روت هو ليبيال للتيب اوف ذا كراون. اوكي بعكس هون بعد ال 90، بعد ال 90 صاروا كل دائما هيدا التيب هون وتقريبا هيدا هون التيب اوف ذا كراون، طلعوا مثلا هون الايبكس اوف ذا روت والتيب اوف ذا كراون. اوكي دائما التيب اوف ذا كراون قدام الايبكس اوف ذا روت. طب هو شو الصحيح؟ الصحيح ليكو بكل السنين الا سنترال انسايزر واللترال انسايزر، اوكي مفروض يكون الكراون قدام الروت، يعني المفروض يكون الكراون ليبيال روت باراتال كل السنين الا عفوا بكل السنين الا سنترال انسايزر واللاترال انسايزر، عم بحكي على المكزيري سنترال قصدي وعلى المكزيري لاترال، كل السنين من دون استثناء لازم يكون في عندهم كراون باليتال مثل هول اللي هون روت ليبيال، الا مين المكزيري سنترال والمكزيري لاترال انسايزر، كيف مفروض يكون في عندهم كراون ليبيال روت باليتال. هيدا بكل هيدا قاعده عند اندروز طلعها، بس اندروز تبه شوي، اندروز ما قاس على الروت، اندروز شو عم بيقيسها؟ عم بيقيسها بس على الكراون، الروت ما بنشوفه نحن عياديا، اوكي؟ الروت لا يرى عياديا، فعند هيك اندروز كان بده نقطة
ما تتأثر بالروت، يعني عيادية ما تتأثر بالروت. نقل فيشل اكسس بوينت هالنقطة اللي هون شايفينها، نقى هالنقطة حيستعملها بعد شوي، حنشوف كيف رح يستخدمها طيطلع الكراون انكلينيشن. هالنقطة استخدمها. اذا بتطلع مثلا حروح انا هيك جالس عم وتطلع هون على التانجنت، شايفين هون بلش يصير اكثر اكثر فيرتيكال، حنروح اكثر، صار اكثر واكثر فيرتيكال. اوكي هون هون تقريبا صار فيرتيكال. لما عم يتغير الانكلينيشن للروت، عفوا للتوث كله، هيدا التانجنت اللي هون على الفيشل اكسس بوينت عم يتغير. شوفوا هون كيف صار، غير دايركشن. تانجنت هون الدايركشن تاعه تغير. اوكي يعني قبل ليكو كيف كان، شايفين كيف كان قبل، هيك كان، هيك كان التانجنت. اوكي سوري، هيدا كان التانجنت هيك. صرنا بعدين كل ما عم تزيد الانكلينيشن عم يتغير الروت، معناتها هيدا هون معناتها عم يتغير الانكلينيشن عفوا للتوث، معناتها انا بقدر استخدم الفيشل اكسس بوينت. طيب ليش اندرو استخدم الفيشل اكسس بوينت مش الانسايزر ادج مثلا؟ انسايزر ادج مثلا ممكن ينبرد مع العمر، يصير له اتريشن، المريض بياكل عليه. بدنا مثلا هيدي النقطه اللي هون اللي جاي بالنص، شو السبب؟ هلا عاده حكم التقويم بيلزقوا البريسز هون، يعني بيركبوا البريسز على الفيشل اكسس بوينت تقريبا هون نص السن يعني. اوكي فهيدي النقطة معروفة بالتقويم، فعاد هيك اخذ هالنقطة لانه حكم التقويم بيحبوا يحطوا البركة at the center of the clinical crown يعني. اوكي فعاد هيك اخذها لهالنقطة، يعني هيدي احد الاسباب اللي اخذها الفيشل اكسس بوينت، اخذها تعمل assessment للانكلينيشن.